إذا مباراة الاتحاد والشباب شهدت عددا من الحالات الجدلية التحكيمية، للحديث عنها والتعليق حولها يلتحق بنا هنا في الاستوديو مقيم الحكام في الاتحاد الآسيوي خالد الدوخي. أهلا بك كابتن خالد. أهلا وسهلا. نبدأ مباشرة مع الحالة الأولى. نعم. نذهب إلى الحالة الأولى. هذه عندنا نحن الحالة الأولى يمكن من أصعب القرارات في المباراة، وهي الهدف الأول لفريق الاتحاد. نعم. فعلا اللاعب ما كان في موقف متسلل، يمكن مع نفس مع خط التسلل مع اخر ثاني لاعب منافس. هذه الصوره توضح فعلا انه لم يعني صوره عادله لاتخاذ القرار. نعم، صوره عادله لاتخاذ القرار، خصوصا في حاله وجود تقنيه حكام الفيديو او خط التسلل اكيد متوفر. قدم المدافع الشباب هي من كسرت التسلل. نعم، واليد لا تحتسب هنا. اليد طبعا لا تؤخذ بالاعتبار سواء من قبل المهاجم او من قبل المدافع. وبالتالي انا اشوف قرار صحيح بالإعلان عن وجود الهدف والهدف الأول. إذا الهدف صحيح للاتحاد. الحالة الثانية مباشرة هنا فريق الشباب اعتقد استأنف اللعب، لكن الحكم اعاد استئناف اللعب وقرار الحكم كان صحيح. لابد ان الاستئناف بعد احراز الهدف يكون باطلاق الصافره، هذا جانب. والجانب الاخر اللاعبين ليس في اماكنهم الطبيعيه اثناء تقصد باماكنهم الطبيعيه تقصد يعني المدافع في خانته والوسط او انه داخل الملعب؟ بمجرد انه يكون داخل الملعب في الاماكن الطبيعيه المعروف فيها يعني. نعم. لكن نحن نشوف نحن مجموعه من اللاعبين نصهم برا ونصهم داخل الملعب، فانا اعتقد هذا الشيء لا يجوز. وبالتالي حتى الصافرة لابد من اطلاق الصافرة. جيد، هنا لو اطلق الصافرة هل قانونية اللعب موجودة حتى لو كانوا لعيبة الاتحاد؟ طبعا الحكم هو اللي راح يتحمل المسؤولية ما دام هو اطلق الصافرة، وبالتالي هو من اطلق، وبالتالي هو يتحمل المسؤولية، وبالتالي راح يسمح باستمرار اللعب. جيد، نذهب الى الحالة الثالثة مباشرة. نشوف هذه الحالة هنا هذه من هذا الخطأ سجل الاتحاد هدفه الثالث. نعم، نشوف نحن هل هناك خطأ. فعلا هناك خطأ لأن لاعب الاتحاد هو اللي أخذ الكرة، لكن نشوف هاي من عادة أخرى كلها تثبت أن لاعب الاتحاد كانت عند الكرة وبالتالي هو اللي أخذ الكرة، لكن هناك دخول من قبل لاعب الشباب أو مدافع الشباب يعني يمكن لحالة التهور أو بطاقة صفراء. نعم، بطاقة صفراء. نشوف بطاقة صفراء صحيحة فعلا. جي. يعني إيقاف الهجمة الواعدة حتى موجودة في هذه الحالة، وبالتالي أنا أشوف فعلا قرار الحكم صحيح للإعلان عن وجود مخالفة. إذن حتى الآن ثلاث حالات كلها فيها القرار كان صحيح. صحيح. نعم. نذهب للحالة الرابعة. هذه حالة رابعة راح نشوف هناك انذار ثاني وطرد لاعب الشباب أو مدافع الشباب. فعلا لإيقاف الهجم الواعد الدفع موجود أو المسك موجود في هذه الحالة، وبالتالي أنا أشوف قرار الحكم فعلا صحيح بالإعلان عن وجود مخالفة، وبالتالي الانذار الثاني يمكن مستحق. هذا مستحق، ومن القرارات المهمة كانت صحيح. موجودة في المباراة. جيد، الحالة الخامسة والأخيرة نشوف هناك هل هناك فعلا هو ألغى الهدف. هنا ألغى هدف الاتحاد بداعي التسلل. نشوف فعلا أن لاعب الاتحاد هذا اللاعب هو اللي كان أقرب للمرمى الفريق المنافس حتى لو بشكل بسيط. نشوف أنه هنا متقدم بالجسم نوعا ما، وبالتالي نشوف قرار صحيح فعلا من قبل الحكم المساعد. في البداية هو سمح باستمرار اللعب من ثم أحرز اللاعب الهدف، وبالتالي إذا القرار صحيح. نعم، رفع الرأي. إذا هذه خمس حالات تحكيمية كلها كان فيها قرار الحكم سليم. صحيح. أنا أبغى أرجع معك للحالة الأولى، حالة الهدف الأول. نعم. كابتن خالد، الآن لو كان هناك شك بمقدار 1% أن هناك حالة تسلل راح تكون من صالح المهاجم. لماذا؟ أو حسب القانون يعني ينص على ذلك، لكن الآن نحن نستخدم تقنية حكام الفيديو، وبالتالي نعم. هناك بعد في تقنية أخرى وهي خط التسلل، هي اللي تكشف أن اللاعب في التسلل ولا لا، وبالتالي أنا أعتقد الآن حالة دائما الأفضلية تمنح للهدف. نعم، للمهاجم. يعني هذا يدخل في 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 جمالية اللعب وروح المنافسة والمتعة. نعم. منع الهدف يقتل المتعة. أكيد. لذلك الكل دائما تذهب لصالح المهاجم. الكل يبحث عن الهدف، وحتى المسابقات كلها تبحث عن الأهداف، لأنها وحتى الجماهير تأتي لترى الأهداف. بالضبط. شكرا جزيلا خالد الدوخي مقيم الحكام في الاتحاد الآسيوي.